اساتذه المحترمين تفضلوا الله يعطيكم الخيريه. الوقفه سالت قبيله دابا دابا حنا واقفين كنتاخروا كنهضروا من هذا كاين وباء عليا وعليك تنصعبني التسعه وحنا سير وعطينا التسعه يلا احنا ما القانون ما كاين من علاش بنوقفوا خمسه الناس. برا برلماني هذاك راه تيسرع القوانين. يلاه حنا جايين انت ما عندكش حق تهضر بعدا ما عندكش حق تهضر ما عندوش الصفه الضبطيه. هاد الوقفه هادي جات بتنسيق ديال كل الاحزاب والنقابات والجمعيات المكونه للجبهه واحزاب فيدراليه اليسار والناس الديمقراطي. اتفقنا على انه نديروا وقفه اليوم امام البرلمان. علاش بغينا نديروا وقفه؟ باش نحتجوا على القانون التعديلي ديال الماليه اللي هو مجحف في حق الطبقه العامله وفي حق عموم الشعب المغربي، وتعطي التحالف ديال راس المال والدوله وكيتحالفوا وكيضربوا الحقوق ديالنا، وجينا تحت شعار بركه ستوبي هاد الشيء هذا. فدرنا كل الاجراءات والترتيبات، درنا اللجان ديال التنظيميه واتخذنا كل الاحتياطات لا على مستوى التباعد الاجتماعي لا على مستوى هاد الشيء، وعطينا التوجيه للمناضلين والمناضلات باش يكون التباعد. فاذا به كنتفاجئوا بواحد الكم هائل ديال القوات ديال الامنيه اللي كتطوق المنطقه ديالنا، ومني بغينا نوقفوا واجهونا بالدفيع وبالمنع وكل الاشكال اللي هي معروفه تاريخيا في هذا الشيء. في هذه القضيه هذه حنا كنعتبروا الوقفه ديالنا من الناحيه القانونيه وقفه ما كتخالفش القوانين بما فيها قانون الطوارئ الصحيه، لانه لا يتكلم على المنع ديال 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 الوقفات. ثاني حاجه ان هذه الوقفه شرعيه لان مستمده من الشرعيه ديال القوى وديال الاحزاب اللي الداعيه لهذه العمليه هذه. ثالثا كندينوا هذا الاسلوب هذا اللي تعودنا عليه في كل مكان الشعب المغربي بغى يعبر على الرفض ديالو وهذا، الا كانت المواجهه ديالو بالقمع، وهذا الشيء ما غاديش نصمتوا عليه وغادي نستمروا في النضال ديالنا. اليوم الجبهه الاجتماعيه دعات الوقفه احتجاجيه رمزيه بمطالب مشروعه، ودرنا الاعلان على الوقفه الاحتجاجيه، وكذلك حرصنا على انه غادي تكون كل الشروط ديال التباعد الاجتماعي وكل الاجراءات الصحيه الضروريه والوقائيه. يلا الله يرضى عليك. صافي الله يرضى عليك.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.